السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشني كتير 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 كتير، يا رب تكونوا بألف خير. منوريني ومشرفيني ومكترني صراحة. الحاجات دي حبايب قلبي اللي بحبهم ومعايا على طول، وبشكرهم جدا جدا جدا، ومنحرمش منهم يا رب العالمين. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، الحاجات دي جالي من بره، من الدكتورة هنا والدكتورة منى. الدكتورة هنا والدكتورة منى صراحة حبيت ان انا انزلهم في فيديو. ما ينفعش ما ينفعش ما اشكرهمش، ولا انتوا ايه رأيكم؟ بأمانة في حاجات يعني الواحد ما يقدرش ينكرها معاهم، تمام؟ فكل سنة وهم طيبين ويتعاد عليهم بخير يا رب. هم جابولي شوية حاجات بصراحة، وانا كملت حاجة من عندي صراحة. يعني مثلا الازازة الصغيرة دي بتاعتي، مش هكون كذابة اهي، تمام؟ وانا اللي جبت زيت فاتكة، مش هكذب عليكم. والحاجة الباقية كلها حبايب قلبي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا من برا بصراحة. يعني حتى الصابونة الدوف دي من برا، منحرمش منكو يا رب. وده انا شارياه، ده انا شارياه اهو. هما جابولي واحد كمان اهو الاصلي، ما كنتش يعني عارفه ان هما هيجيبولي بصراحه يعني. فانا حبيت اشارك معاكم الحاجه دي، وهوريكم الحاجه كده وتقولولي ايه رايكم. حبايب قلبي ربنا يسعدهم يا رب، وما نحرمش منهم ابدا 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 ابدا. وكل سنه وهم طيبين، وكل سنه وهم طيبين، ربنا يسعدكم ويخليكم ليا يا رب. يا جماعه الحاجه والله مقفله اهي، مش هكذب عليكم يعني. ربنا يسعدهم ويخليهم ليا، وما نحرمش منهم ابدا يا رب. يعني دي برضو من بره، ازازة البرفان دي من بره، واللي شفتوا المقفلة دي من بره، ودي من بره، والشامبو ده من بره. ده من عندي انا، ده من عندي انا، حتى مكتوب عليه 32 جنيه، ده انا كنت جايباه اصلا يعني بصراحة. وده من بره حبايب قلبي، وده من بره برضك، ربنا يخليهم ليا وما نحرمش منهم يا رب. اللهم امين يا رب. حبايب قلبي بحبكم في الله، حبيت اشارك معاكم حاجه هما جايبينها لي، واقول لهم ما نحرمش منكم ابدا. اللهم امين. هما جايبين لي كذا حاجه، بس انا حبيت اخلي الحاجه دي في حلقه منفصله علشان اشكرهم، فضلا وليس امر. دعوه للدكتوره منى ودعوه للدكتوره هنا. ربنا يسعدك يا دكتورة هنا يا رب، ويوفقك ويكرمك. وربنا يسعدك يا دكتورة منى يا رب، ويصلح لك حالك يا حبيبة قلبي، وتنوروني تاني حبايب قلبي. ألمانيا منورة ومصر أم الدنيا مظلمة. ربنا يجيبكوا يا رب بخير إن شاء الله. نورتوني وشرفتوني حبايب قلبي، ليس أمر، لكن فضلا بالله عليكم دعوة حلوة ليهم. هم يستاهلوا كل خير علشان واقفين جنبي وبيساعدوني ومش بيأثروا معي، فضلا وليس أمر. دعوة حلوة، ربنا يسعدكم ويخليكوا ليا يا رب كل اللي بتحبوني. حبيبة قلبي يا دكتورة منى تسلميلي. حبيبة قلبي يا دكتورة هنا، ما نحرمش منك أبدا أبدا يا رب العالمين. كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك يا حبيبة قلبي. ألاقيكم إن شاء الله في حلقة تانية، أقول لكم نورتوني وشرفتوني حبايب قلبي. في رعاية الله وأمن، وأترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشني كتير 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 كتير، يا رب تكونوا بألف خير. منوريني ومشرفيني ومكترني صراحة. الحاجات دي حبايب قلبي اللي بحبهم ومعايا على طول، وبشكرهم جدا جدا جدا، ومنحرمش منهم يا رب العالمين. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، الحاجات دي جالي من بره، من الدكتورة هنا والدكتورة منى. الدكتورة هنا والدكتورة منى صراحة حبيت ان انا انزلهم في فيديو. ما ينفعش ما ينفعش ما اشكرهمش، ولا انتوا ايه رأيكم؟ بأمانة في حاجات يعني الواحد ما يقدرش ينكرها معاهم، تمام؟ فكل سنة وهم طيبين ويتعاد عليهم بخير يا رب. هم جابولي شوية حاجات بصراحة، وأنا كملت حاجة من عندي صراحة.
يعني مثلا الإزازة الصغيرة دي بتاعتي مش هكون كذابة اهي، تمام. وانا اللي جبت زيت فاتكة مش هكذب عليكو، والحاجة الباقية كلها حبايب قلبي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا من برا بصراحة، يعني حتى الصابونة الدوف دي من برا، ما نحرمش منكو يا رب. وده انا شارياه، ده انا شارياه اهو، هما جابولي واحد كمان اهو الاصلي، ما كنتش يعني عارفه ان هما هيجيبوا لي بصراحه يعني. فانا حبيت اشارك معاكم الحاجه دي وهوريكم الحاجه كده وتقولوا لي ايه رايكم. حبايب قلبي ربنا يسعدهم يا رب وما نحرمش منهم ابدا 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 ابدا، وكل سنه وهم طيبين، وكل سنه وهم طيبين، ربنا يسعدكم ويخليكم ليا يا رب. يا جماعه الحاجه والله مقفله اهي، مش هكذب عليكم يعني، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا وما نحرمش منهم ابدا يا رب. يعني دي برضو من بره، ازازه البرفان دي من بره، واللي شفتوا المقفله دي من بره، ودي من بره، والشامبو ده من بره، ده من عندي انا، ده من عندي انا، حتى مكتوب عليه 32 جنيه، ده انا كنت جايباه اصلا يعني بصراحه. وده من بره حبايب قلبي، وده من بره برضك، ربنا يخليهم ليا وما نحرمش منهم يا رب، اللهم امين يا رب. حبايب قلبي بحبكم في الله، حبيت اشارك معاكم حاجه هما جايبينها لي واقول لهم ما نحرمش منكم ابدا، اللهم امين. هما جايبين لي كذا حاجه، بس انا حبيت اخلي الحاجه دي في حلقه منفصله علشان اشكرهم، فضلا وليس امر. دعوه للدكتوره منى ودعوه للدكتوره هنا، ربنا يسعدك يا دكتورة هنا يا رب ويوفقك ويكرمك، وربنا يسعدك يا دكتورة منى يا رب ويصلح لك حالك يا حبيبة قلبي، وتنوروني تاني حبايب قلبي. ألمانيا منورة ومصر أم الدنيا مظلمة، ربنا يجيبكوا يا رب بخير إن شاء الله، نورتوني وشرفتوني حبايب قلبي، ليس أمر لكن فضلا بالله عليكم دعوة حلوة ليهم، هم يستاهلوا كل خير علشان واقفين جنبي وبيساعدوني ومش بيأثروا معايا، فضلا وليس أمر، دعوة حلوة. ربنا يسعدكم ويخليكوا ليا يا رب كل اللي بتحبوني. حبيبة قلبي يا دكتورة منى تسلميلي، حبيبة قلبي يا دكتورة هنا ما نحرمش منك أبدا أبدا يا رب العالمين، كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك يا حبيبة قلبي. ألاقيكم إن شاء الله في حلقة تانية، أقول لكم نورتوني وشرفتوني حبايب قلبي، في رعاية الله وأمن، وأترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.